حيث بدأ مستشفى الإسعاف والطوارئ التابع لمستشفيات البشير باستقبال المراجعين في التخصصات الطبية كافة من قسم العظام والباطنة والجراحة والأطفال بعد الانتهاء من أعمال بنائه الهندسي المتطور وفق أعلى المعايير والتجهيزات الطبية الحديثة. وفق أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية الحديثة ومساحات واسعة وأنظمة تهوية وتكييف هندسية، بدأ مستشفى إسعاف وطوارئ البشير الجديد استقبال المراجعين ضمن معايير جودة عالية من مسار تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى على أكمل وجه. مبنى المستشفى الجديد والذي تعادل مساحته 20 ضعف مساحة المبنى القديم ويوفر التخصصات الطبية كافة لمتابعة الحالات الصحية للمواطنين بما يرتقي بجودة الخدمات المقدمة وفق المعايير العالمية الفضلة التي تنعكس إيجاباً على الكوادر والمراجعين على حد سواء. نتحدث إحنا عن نقلة نوعية في تقديم الخدمة. المبنى القديم، تخيل أخي العزيز أنه كانت هذه الخدمات تقدم في مبنى مساحته بحدود 1000 متر مربع. الآن المبنى هذا عبارة عن 21,000 متر مربع، 4 طوابق. هذه 4 طوابق تتمتع بمساحات واسعة لتقديم هذه الخدمة، طبعاً متوافقة مع كل المعايير الطبية وشروط الجودة الضرورية لتقديم خدمة ضمن بيئة آمنة. وتقدر طاقة المستشفى الجديد لاستيعاب نحو 3500 مراجع يوميا يتعامل معهم المستشفى، ويشمل الاختصاصات الطبية كالعظام والباطن والجراحة والأطفال، إضافة إلى غرف العناية الحثيثة، وتوفر أيضا قسم أشعة وجهازا طبقيا وأشعة عادية وملونة ومتنقلة ومختبرا و22 جهاز تنفس صناعي وغرف للعمليات. في ظل سعي القطاع الصحي لمتابعة الحالة الصحية لمرضى كورونا، كان لابد من إعادة التركيز على الحالة الصحية للمواطنين من خلال إنشاء مستشفى طوارئ البشير والذي يتسع إلى 162 سريرا ليلبي حاجة ملحة في مواجهة الازدياد في أعداد المراجعين. حمزة نهار، المملكة، عمّة. ينضم إلينا عبر سكايب السيد أو الدكتور محمود زريقات مدير مستشفيات البشير. مساء الخير يا دكتور، يعطيك ألف عافية. أبدأ معك من التعديلات التي أضيفت من بنى تحتية حتى يتم تسهيل الوصول إلى المبنى كخدمات الاصطفاف وغيرها للتسهيل على المرضى المراجعين في المستشفى الجديد. مساء الخير. أولا الحقيقة يعني إحنا بنحكي عن هذه التحفة اللي انتظرنا إعادة تشغيلها لاستقبال المرضى من جميع الفئات زي ما تفضلتي في التقرير. المبنى مزود بجميع الخدمات، يعني حكى زميلي أنه هناك مكون من 4 طوابق من 21,000 متر مربع وزيادة على ذلك، ومهبط للطائرة العمودية للإخلاء الحالات لا سمح الله إذا احتاج الحالة من مختلف المناطق حول عمان والطرق الخارجية المحيطة في عمان. طبعا موجود مصفات، ما عندي المبنى واسع يعني مفتوح، في صالات انتظار كبيرة، في عدد من المقاعد زي واسعة كمان وموجودة بكثرة. يعني بتحكي انه انتقلنا من منطقة ضيقة لا تتسع للسيارات ولا للمراجعين ولا للعدد الهائل من المراجعين اللي كانوا يراجعونا في الفترة الأخيرة. بتعرفوا المبنى القديم ما بنقدر نلومه من لما تأسس 1000 متر تقريبا أو 970 متر بالتحديد. هذا المبنى أنشئ بالثمانينات وكان لا يكفي بالنسبة للعدد الهائل اللي تزايد في الفترة الأخيرة مع وجود النازحين، مع وجود المنطقة المكتظة تزايد تقريبا بتحكي عن 10 أضعاف السكان اللي كانوا مقارنة بسنة 80. فالحمد لله زي ما شفت جاهز بمصفات للسيارات للمراجعين للمرافقين، مصفات للموظفين في نفس المبنى، ومداخل مدخل للإسعاف والآخر للحالات الطارئة التي تتطلب مبنى أو مدخل خاص للدخول للإجراء الفوري. فهذا المبنى يعني أحدث بناء بأحدث الطرق، نعم. يعني مواصفات عالمية حديثة والحمد لله. طيب ما المعايير التي يتخذها اليوم المستشفى الجديد حتى يتم حماية المرضى وبخاصة منهم من أصحاب الحالات الحرجة حتى لا يتعرضوا لفيروس كورونا؟
نعم، الآن لا يوجد أي اختلاطات ما بين مرضى الكورونا أو الأمراض التنفسية، لهم مسرب خاص الآن في هذا المبنى، وخصص في المبنى الآخر استقبال حالات الأمراض التنفسية كي لا نختلط أو نبتعد بقدر الإمكان ما يوجد ما بين المرضى من المرضى المشتبه بإصابتهم أو الذين لا يعلمون حامل للفيروس. في هذا المبنى جهزنا احنا هناك، يعني ممكن يجينا بأي طريقة، يجينا من المراجعين اللي بيجوا على أقدامهم، ممكن يجينا أي مصاب هو ما بيعرف، فلذلك يتم فحص الفحص المبدئي مباشرة على الأبواب بمقياس الحرارة الفوري، حتى إذا تبين أنه عنده أي مؤشر للحرارة يتم عزله مباشرة إلى صالة لاستقدام يعني لاستكمال الإجراءات التي يتم في هذه الصالة، ومن ثم يتم تصنيفه إلى الأمراض التنفس والقسم الصدري إذا تبين ذلك. وإذا أتاكم مريض يعني لديه أعراض لها علاقة بكورونا بشكل يعني بشكل واضح، يتم نعم إذا لديه أعراض الكورونا بشكل واضح هناك تصنيف للحالات في مبنى الصدرية الخاص بالكورونا، ومن هناك يعني يتم فحصه، يتم أخذ العينة له وأجراء الفحص المخبر البي سي آر له، ومن ثم توجيهه إلى القسم المخصص. بالمناسبة إحنا خصصنا مبنى في الباطني بسعة تقريبا 100 سرير لمرضى الكورونا، هناك يتم إدخالهم، وهناك المبنى اللي تم افتتاحه من قبل دولة رئيس الوزراء الدكتور بشير الخصاوني الأربعاء الماضي بافتتاحه كقسم للبشير العناية الحديثة بسعة 70 سرير، وهو يخدم الآن يخدم مرضى الكورونا. طب ماذا عن الكوادر دكتور؟ وحماية الكوادر؟ نعم الكوادر بتعرفي قطعنا شوط كبير، يعني تقريبا بحمايتهم بخصوص اللباس المخصص لهم، الحاميات أو الواقيات بالنسبة لهم، ارتداء الواقيات، صارت يعني عندنا متدربين، يعني كل الكوادر سواء التمريضية الأطباء، طريقة التعامل مع المرضى، الاشتباه بالمرضى المصاب، يعني هاي كلها صارت عندنا بالنسبة لنا أبجديات ماضية وحمايتهم مطلوبة، وإحنا بنتعامل مع كل مريض باعتباره مشتبه أن يكون حامل للفيروس، خصوصا مع انتشار الفيروس في الفترة الأخيرة، يعني موجودة يعني الطرق الحماية والوقاية، والناس كلها الكوادر بالأخص. السلام إلى الجميع دكتور محمود زريقة مدير مستشفيات البشير، شكرا جزيلا لك.